ابن العائلة المتواضعة التي لم تقدر ذات يوم على توفير وجبة مدرسية لابنها حتى يشارك بها في رحلة مدرسية. يسعد ربراب، إمبراطور الزيت والسكر في الجزائر وأحد أغنى رجال الأعمال في إفريقيا والعالم العربي بثروة تقدر بالملايير. سنحاول في هذا الفيديو أن نتعرف أكثر على يسعد ربراب، ثاني أغنى رجل في العالم العربي، وكيفية جني ثروته. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. بدايات ربراب. 24 مايو أيار 1944 في قرية آيت محمود بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل في شمال شرق البلاد، لعائلة متواضعة تكاد تجد قوت يومها، يتحدث ربراب في إحدى المقابلات الصحفية عن كيفية عدم تمكنه من المشاركة في رحلة مدرسية لأن والدته لم تكن قادرة على شراء الوجبة التي أوصت بها المدرسة، نصف خبز فرنسي وعلبة سردين. حصل ربراب على منحة دراسية مكنته من متابعة دراسته في فرنسا، وهناك درس المحاسبة وأتقن فن إدارة الأعمال، إلى أن عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال ب6 سنوات ليؤسس حينها مكتب محاسبة ويبدأ بذلك رحلة العمل. خلال عمله في مكتب المحاسبة تعرف يسعد ربراب على عميل عرض عليه الشراكة في مؤسسة صغيرة بمجال تصنيع أنابيب المصفاة، وكان ذلك سنة 1971، أي بعد 3 سنوات من افتتاح مكتبه في الجزائر. مكنت شركة ميتال سيدار لصناعة الفولاذ يسعد ربراب من دخول نادي كبار رجال الأعمال. تكونت الشراكة الجديدة من 5 مساهمين و5 عمال مبتدئين، وتم تقسيم الأسهم بالتساوي، فحصل ربراب على 20% من الأسهم مقابل دفع مبلغ قيمته 27,000 دينار. دخوله هذه الشراكة لم يجعله يترك مكتب المحاسبة، إذ اختار الإبقاء عليه ومواصلة العمل فيه بالتوازي مع العمل الجديد. لم تدم هذه الشراكة كثيراً، فبعد 3 سنوات من انطلاقتها أي سنة 1974 اختار الشركاء فض الشركة التي أصبحت توظف 10 الموظفين خوفاً من التأميم، إذ عرفت الجزائر في تلك الفترة تأميم قطاع المحروقات بهدف تنمية البلاد. بعد ذلك بسنة أسس ربراب أول شركة له، وهي بروفيلور، التي بدأت نشاطها ب4 عمال وتخصصت في مجال تصنيع الأرفف المعدنية، وبعد 4 سنوات أصبحت توظف 200 موظف. وقد اعتمد ربراب استراتيجية إعادة الاستثمار والبحث عن التجديد، واستغل رجل الأعمال الصاعد نجاح شركته الناشئة لشراء 10 شركات أخرى كلها في مجال تحويل الحديد. في بداية 90ينيات اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، وفي الوقت الذي كان فيه الجزائريون يتصارعون فيما بينهم كان ربراب يجني الأموال الكثيرة. في تلك الفترة بدأت شركة ميتال سيدار التي أسسها سنة 1988 تؤتي أكلها، فقد حققت سنة 1992 رقم أعمال بلغ 6.4 مليار دينار، أي ما يعادل آنذاك 300 مليون دولار، فيما بلغ الربح الصافي للشركة 33 مليون دولار. ومكنت الشركة لصناعة الفولاذ يسعد ربراب من دخول نادي كبار رجال الأعمال، فكان يوظف أكثر من 1000 عامل و25 مناولاً، كل واحد منهم يوظف 25 شخصاً، وهو رقم كبير مقارنة بحجم شركة ناشئة. خلال سنوات قليلة جنى ربراب أموالاً طائلة وطور عمل شركته، إلا أن مجموعة مسلحة حولت ميتال سيدار إلى حطام ورماد، وكان ذلك في يناير كانون الثاني 1995 حين اقتحم نحو 50 مسلحاً مقر المصنع الرئيسي وفجروه. بالتزامن مع تفجير مصنعه تلقى ربراب شخصياً تهديدات بالقتل، وذلك بعد أن أسس جريدة ليبرتي في يونيو حزيران عام 92 التي تبنت خطاً تقدمياً وسط الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في 90ينيات. تفجير مصنعه وتهديده بالقتل أجبرا ربراب على الفرار من الجزائر ليستقر به المقام في فرنسا، وفق قوله في مقابلات صحفية، وقد مكنه ذلك من النهوض على ساقيه مجدد، إذ سمحت له دراسة المحاسبة برؤية العالم بالأرقام، الأرقام التي تخفي الثروة.
استثمر ربراب جزءاً من الثروة التي صنعها من تجارة الحديد في مصنع إسلا مونديال للحوم الحلال قبل أن يشتري أسهم شريكه في المصنع ويمتلكه بمفرده، واشترى قصابة حلال ثانية في مقاطعة لابروتاني غرب فرنسا. وجوده في فرنسا لم يمنعه من مواصلة عمله في الجزائر، حيث استغل ربراب تحرير التجارة الخارجية سنة 95 ودخل مجال استيراد السكر وحقق أرباحاً كبيرة، وأصبح في وقت قصير أهم مستورد سكر في البلاد. كما اشتغل أيضاً في مجال استيراد العلف مستغلاً تخلي الديوان الوطني الجزائري للحبوب عن هذا الفرع. احتكرت شركة سيفيتال صناعة وتجارة الزيت بنسبة 70% والسكر بنسبة 90%. أحسن ربراب استغلال الفرص الممنوحة له، وهذه المرة استغل الندرة والضغط الكبير على الزيت النباتي المعد للطعام، فاختار العمل فيه ووجد التسهيلات الكبيرة لبناء مصنع في ميناء بيجاية. بدأ في طور الإنجاز سنة 98 وانتقل الإنتاج بسرعة من 600 طن يومياً إلى 1800 طن. طور ربراب عمله من الزيت إلى إنتاج المارغريل، وفتح أيضاً وحدة تكرير السكر، ووجه نسبة كبيرة من الإنتاج للتصدير الخارجي. وقد مكنته التسهيلات الكبيرة الممنوحة له من الدولة من مضاعفة عمله وتطويره والسيطرة على قطاع الزيت والسكر في البلاد. الأغنى في الجزائر. في ظل تنامي تجارته قرر ربراب إنشاء شركة سيفيتال المختصة في الصناعات الغذائية، تحديداً في صناعة الزيوت والمواد الدسمة وتكرير السكر، واتخذ ميناء بجاية مقراً لها. وقد احتكرت الشركة صناعة وتجارة الزيت بنسبة 70% والسكر بنسبة 90% بشكل كلي، لدرجة أن ربراب بات يعرف في الجزائر بلقبه الجديد إمبراطور الزيت والسكر. شيئاً فشيئاً تطورت أنشطة الشركة وتجاوزت المواد الغذائية، وأصبحت سيفيتال الشركة الخاصة الأكبر في البلاد وأكبر مصدر للمواد غير الكربونية في الجزائر، وثاني أكبر مصدر في البلاد بعد شركة النفط الوطنية سوناتراك. شملت أنشطة الشركة الزراعة والخدمات الزراعية وتجارة مواد البناء وتقديم الخدمات اللوجستية والإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية وصناعة الفولاذ وصناعة الزجاج المسطح والبناء المعدني ووسائل الإعلام. اقتحم رجل الأعمال الأبرز في الجزائر أيضاً مجال تجارة السيارات، فأصبح وكيلاً لعلامة هيونداي للسيارات في الوقت الذي تبيع فيه ما يقرب من 40,000 سيارة سنوياً في الجزائر، وهو أيضاً وكيل شركة فيات. لدى المجموعة الآن 26 شركة تابعة لها، في مقدمتها المجمع العسكري الصناعي الذي يعد الفرع الأكثر ربحية في المجموعة، وحافظت على معدل توسع بلغ 30 سنوياً، وهي حاضرة في 3 قارات لا سيما في أوروبا، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا وسويسرا، فضلاً عن تونس والمغرب ومالي والبرازيل، وتشغل 18,000 موظف، ويقدر رقم أعمالها ب4 مليارات دولار. سنة 2013 اشترى ربراب شركة تصنيع الألومنيوم الفرنسية أوكسو SME أوكسو، وأعاد إطلاق عملاق الأجهزة المنزلية براند فرانس في سنة 2014، واستحوذ على مصنع لوشيني للصلب في إيطاليا لوتشيني المتخصصة في صناعة الصلب عام 2015. كما اشترى أيضاً شركة ألاس الإسبانية لصناعة الألومنيوم. نتيجة تنامي أعمال سيتيفال أصبح ربراب أغنى رجل في الجزائر والثاني في العالم العربي والسابع في إفريقيا بمجموع ثروة قدرت ب5.1 مليار دولار، وزادت ثروة الملياردير الجزائري ب300 مليون دولار في سنة واحدة وفق مجلة فوربس الأمريكية. علاقات قوية. لسائل أن يسأل عن الأسباب التي ساهمت في تنامي ثروة ربراب بهذا الشكل، وهو ابن العائلة المتواضعة التي لم تقدر ذات يوم على توفير وجبة مدرسية لابنها حتى يشارك بها في رحلة مدرسية. صحيح أن الرجل عمل واجتهد، لكن علاقاته القوية هي ما فتحت له الأبواب. بداية قوة ربراب كانت زمن الحرب الأهلية، فقد استغل ربراب تلك الفترة وحاجة الأهالي للمواد الغذائية لتنمية تجارته، لكن الأهم من ذلك استغل مصاهرته لرئيس الحكومة آنذاك رضا مالك، ففتحت له هذه المصاهرة كل الأبواب. طلبت السلطة القائمة في بداية التسعينيات من ربراب إطلاق صحيفة، فقد كان النظام يخشى من أن وسائل الإعلام الحالية لن تتعاطف مع الرواية التي يروجها للأحداث لفترة طويلة. هكذا أسس يسعد ربراب مع شركائه صحيفة ليبرتي.
حصل ربراب على قروض بنكية في عز الأزمة الاقتصادية والأمنية التي عرفتها البلاد في الوقت الذي كانت فيه السلطات تفاوض صندوق النقد لمنحها قرضاً، فالإنتاج شبه متوقف ولا عائدات مالية تذكر من النفط. ارتدادات الحراك: في فبراير شباط 2019 اندلعت احتجاجات شعبية شملت مختلف مناطق الجزائر. في البداية كانت المطالب تتلخص في رفض العهد الخامسة لبوتفليقة، ثم ما لبثت إلى أن وصلت للمطالبة باستقالته وتنحيه عن الحكم، وهو ما حدث بالفعل بداية أبريل كين نيسان من نفس السنة. هذه الأحداث أربكت خطط ربراب وجماعته وعجلت بدخوله إلى السجن نهاية أبريل إلى نيسان 2019 بتهم تتعلق بتصريح كاذب بخصوص حركة رؤوس أموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل. في يناير كانون الثاني 2020 حكم على ربراب بالسجن 18 شهراً، بينها 6 أشهر نافذة، إلا أنه تم الإفراج عنه في نفس الليلة، إذ تم خصم فترة سجنه من العقوبة المنطوق بها من طرف المحكمة على اعتبار أنه أدخل سجن الحراش بالعاصمة في 22 أبريل نيسان. غادر ربراب السجن وعاد إلى سالف عمله، واعتبر بذلك أكبر مستفيد من السجن، فبعد خروجه تم رفع الحجر عن كل مشاريعه المجمدة ومنحه تسهيلات جديدة، حتى إنه استدعي للقاءات جمع التبون برجال أعمال. في يونيو حزيران الماضي قرر يسعد ربراب الانسحاب من الحياة العامة والتقاعد رسمياً وترك المجال لأبنائه، لكن لا يعني ذلك أن طيفه سيغادر حقاً الحياة العامة في البلاد، فشخص مثل ربراب ليس من السهل أن يستقيل ويبتعد. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.